اعمل دايرة كاملة. طريقة التريد كده لازم بغطي الجرح بأكمله كده بالراحة. ايه، في بعض الناس بتستخدم ازايز بيضة بتنفع برضك اهو. وادي السلك، لفة السلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في عملية التكاثر. هنتكلم عن نوع من انواع النباتات الزينه اللي هو فيكس لسان العصفور. شرحنا قبل كده في فيديو طريقه التكاثر بالعقله ومعاد التكاثر. النهارده ان شاء الله معانا طريقه جديده، طريقه الترئيد الهوائي لنبات لسان العصفور. ادي شكل الترئيد الهوائي، وهنوريكم طريقه العمليه. نبات اللسان يحتاج الى درجه حراره لا تقل عن 30 درجة مئوية، يعني بيحتاج نسبة حر. ميعاد الترئيد ابتداء من شهر 5 إلى نهاية شهر 9، وهنوريكم طريقة التجريح وطريقة الترئيد. الأدوات المستخدمة، بنستخدم قطر أو أي آلة حادة بنعمل بيها عملية التجريح. عملية التجريح قدامكم، بنعمل دايرة كاملة بسيطة كده خالص، وبعدين بنشيل الغلاف الخارجي. ادي التجريحة، ادي تجريحة نبات لسان العصفور. تجريحة لا تقل عن 2 سنتي. بنستخدم بطنس اللي هي التربة الخفيفة التي تحتفظ بالمياه. ما بحطش اي مواد تجزير لانه لا يحتاج الى مواد تجزير. وبعد كده حتة بلاستيك أبيض شفاف. طريقة التريد كده لازم بغطي الجرح بأكمله كده بالراحة. ايه، في بعض الناس بتستخدم ازايز بيضة بتنفع برضك اهو. وادي السلك، لفة السلك. ما عندكش سلك بتلف بأي خيط، ادي طريقة ترقيد نبات لسان العصفور. وادي شكل ورقة فيكس لسان العصفور. وان شاء الله لما النبات يغض هنوريكم طريقة الرعاية وطريقة الزراعة. ورجعنا لكم بعد 30 يوم. ادي جذور فيكس لسان العصفور، وهنوريكم طرق الزراعة الصحيحة وطرق الرعاية. بنجيب مقص زي كده وبنقص العود من هنا، وهنوريكم ازاي نزرع عود لسان العصفور. ادي قدامكم طريقه زراعه لسان العصفور بعد الترئيد الهوائي. ادي نبات لسان العصفور، وادي الجذور. بنفك السلك كده، ادي جذور لسان العصفور. مده التقدير كانت من 30 يوم ل 40 يوم، دي المده اللي بيقدر فيها لسان العصفور. بنحضر السيز زي كده وبنحط فيه تربه زراعيه، بروي التربة بتاعتي كده، طريقة القص. باجي بالمقص كده بنزل الأوراق دي كلها كده، بحاول إن أنا أخف الأوراق من على الساق، بحيث إن جذور النبات تقدر تشغل لي الساق. إيه، بعد 20 يوم الاقي اللي فيه خضار جديد طالع. بعد ما بلاقي التربة بتاعتي جفت كده اهو، بزرع النبات بتاعي اهو. ادي طريقة زراعة لسان العصفور بعد الترئيد الهوائي، وشرحنا قبل كده طرق الاقصار منه بالعقلة الوسطية. وفي طريقة تالتة، الاقصار عن طريق البذور في بداية الصيف. وان شاء الله سوف نتكلم عن طريقة زراعة بذور لسان العصفور. ده نوع من انواع الفيكس اسمه لسان عصفور. اهم حاجة بعد الزراعة لازم يوضع النبات في الظل لمدة 10 ايام ل 15 يوم. ظل مع ضوء، ما حطوش في ظل كاتم. لو حطيته في ظل كاتم النبات بتاعي هينشف. لازم ظل وداخل معاه ضوء، الضوء والهواء. طريقة الري، عملية الري أهم حاجة في عملية الري. كل أسبوع لما ألاقي التربة بتاع النبات بتاعي بتجف أديله مية بسيطة،
طول ما التربه خضره كده وطريه معايا ما احطش ميه، لان كل ما التربه تجف كل ما الجذور بتاعتي بتشتغل في التربه الزراعيه. ادي طريقه شرح زراعه بسيطه. بعد ال 15 يوم لما الاقي الخضار طلع من نبات لسان العصفور بطلع النبات بتاعي واعرضه للشمس المباشره عادي، ممكن ازرعه في الارض مباشره عادي، ممكن ازرعه في السيس عادي. نبات يتحمل درجه الحراره العاليه ودرجه الرطوبه في الشتاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.